السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي في مادة الفنون البصرية. درسنا اليوم في مجال التصميم بعنوان زخرفة حروفية، المعايير والمؤشرات المستخدمة في الدرس. الأهداف: في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادراً على أن يصف التكوين وأنواعه في لوحات الخط العربي، أن يتذوق الغيم الجمالية لأنواع التكوين في الخط العربي، أن يصمم لوحة زخرفية حروفية بتكوينات من الخط العربي، أن يلون اللوحة الفنية مراعياً الانسجام اللوني. الخط العربي: يمكن كتابة الخط العربي بأكثر من نوع من الخطوط، مثل خط النسخ وخط الرقعة. وتطور الخط العربي ووصل إلى قمته في الجمال والدقة والإبداع، فأصبح هناك أنواع كثيرة ومتعددة، منها خط الثلث والخط الكوفي وغيرهم الكثير. وقد أبدع العرب في رسم الخط العربي وتشكيله بتكوينات مختلفة، وتنافس الخطاطون في خط المصحف الشريف في المسابقة الدولية لخط المصحف، ونال الخطاط عبيدة محمد البنكي شرف خط مصحف قطر بعد فوزه في المركز الأول في مسابقة أرسيكا لخط المصاحف. وقبل أن نشاهد اللوحات الفنية ونرى كيف أبدع الفنانون في رسم وتشكيل الخط العربي بتكوينات متنوعة، علينا أن نسترجع مفهوم التكوين، وهو تركيب أو تنظيم العناصر في العمل الفني مثل الشكل، اللون والخط. والآن عزيزي الطالب، تمعن باللوحات المعروضة وصف التكوين فيها. أحسنتم، نلاحظ في الصورة رقم 1 بأن العناصر موزعة في اللوحة في مسار خطي بشكل رأسي، ونلاحظ أيضا في الصورة رقم 2 بأن العناصر موزعة على شكل مسار يبدأ من الزاوية في جهة اليمين إلى الأعلى باتجاه الزاوية في جهة اليسار. إذن نستنتج من ذلك أنه بإمكاننا تصميم لوحة زخرفية بتكوينات مختلفة من خلال رسم المسار بأنواع الخطوط، ونطلق عليه تكوين قائم على الخطوط. لنشاهد معا المزيد من اللوحات. صف التكوين في اللوحات المعروضة. أحسنتم، نلاحظ في الصورة رقم 1 بأن العناصر موزعة بشكل دائري وسط نجمة هندسية، وفي اللوحة رقم 2 وزعت العناصر في مساحات على شكل مثلثات. إذن بالإضافة إلى التكوينات القائمة على الخطوط، يمكن تصميم تكوينات قائمة على الأشكال الهندسية. هل يمكننا تصميم تكوينات أخرى؟ بالتأكيد نستطيع ذلك. شاهدوا معي اللوحات التالية. صف التكوين في اللوحات المعروضة. أحسنتم، يمكننا الابتكار وتصميم تكوينات متنوعة تجمع بين الخطوط والأشكال الهندسية. نلاحظ في الصورة رقم 1 رسم بعض العناصر في تكوين دائري، وبقية العناصر لها مسار خطي. وفي اللوحة رقم 2 وزعت العناصر
في مسار خطي أيضا، وميز لفظ الجلالة وسط زخرفة على شكل معين، ونطلق عليه تكوين يجمع بين الخطوط والأشكال الهندسية. إذن تعرفنا على ثلاثة أنواع للتكوين والتي يمكننا استخدامها في التصميم، وهي تكوين قائم على الخطوط، تكوين قائم على الأشكال الهندسية، وتكوين يجمع بين الخطوط والأشكال الهندسية. والآن أعزائي الطلاب، بعد أن تعرفنا على ثلاثة أنواع من التكوين، حدد نوع التكوين في اللوحات التالية. أحسنتم! تتشابه اللوحتين في التكوين، وهو تكوين قائم على الخطوط والأشكال الهندسية. أي اللوحتين أجمل من وجهة نظركم؟ ولماذا؟ نعم، اللوحة رقم واحد لأن ألوانها منسجمة. هل تعرفون ما هو الانسجام اللوني؟ سأوضح لكم ذلك. الانسجام هو مدى التوافق والتوازن في تنظيم عناصر العمل الفني. يؤدي الانسجام اللوني إلى الشعور بالراحة والقبول النفسي كرد فعل طبيعي يتكون لدى المشاهد عند مشاهدة العمل الفني. ويمكن تحقيق الانسجام اللوني بعدة طرق، منها اختيار الألوان المتجاورة في العجلة اللونية مثل الأحمر، البرتقالي والأصفر، أو مثال آخر الأصفر ودرجات اللون الأخضر. والآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الانسجام، حدد اللوحة التي يتحقق فيها الانسجام اللوني. أحسنتم! اللوحة رقم 2، حيث نلاحظ اختيار مجموعة من الألوان المتجاورة في الدائرة اللونية، بينما نلاحظ التنوع الكبير في اللوحات الأخرى، مما أدى إلى عدم انسجامها وظهورها بطريقة مشتتة للنظر. والآن لنشاهد معا خطوات تصميم لوحة زخرفية من الخط العربي.
عليكم مجموعة من النماذج. في ختام درسنا اليوم أود تذكيركم ببعض النقاط التي تعلمناها في الدرس. التكوين هو تركيب أو تنظيم العناصر في العمل الفني مثل الشكل، اللون والخط. ولتصميم لوحة زخرفية من الخط العربي يمكننا تشكيل الحرف العربي أو الكلمات بتكوينات مختلفة مثل تكوين قائم على الخطوط لكلمة يا رب، تكوين قائم على الأشكال الهندسية من خلال تكرار حرف الهاء، تكوين يجمع بين الأشكال الهندسية والخطوط لعبارة محمد رسول الله. حان دوركم الآن. صمم لوحة زخرفية حروفية بتكوينات من الخط العربي، وقم بتلوينها بمراعاة الانسجام اللوني. إلى هنا يكون قد انتهى درسنا لليوم. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. إلى اللقاء.